لكن احكي لي بوضوح شو الكلام اللي سمعتي. ابني شو بدي اقول لك يعني؟ هديك اللي اسمها دامني والثانيه المره الشريره اختها لدامني. سمعتن وهنن عم يحكوا سوا، كانوا عم يقولوا انه رح يحاولوا يوقعوك بمشكله كبيره. مشكله الي انا؟ ايه. طيب انت جاوبني على سؤالي، اللي ابني صاير شي من جديد بينك وبين اورمي؟ شوريا والولد الموضوع متعلق فيهم يعني؟ اللي هنن كانوا عم يحكوا عن هالموضوع. صحيح ابني، نسيت قلك اهم شغله سمعتهم عم يحكوا عنها، كانوا عم يقولوا كمان انهم رح يحكوا لتاني كل هاي الحقيقه، وقالوا كمان رح يخبروها انه سامرات رح على الاوتيل منشان يشوف اورمي وكذب بقصه ناسك. ايه ابني، ما عم افهم شو هذا يلي عم يصير وليش عم يحكوا كل هذا الحكي. ابني انت فهمت شو الموضوع؟ اه. شو حكوا لسه؟ ما في شيء لسه، هذا كل شيء سمعته، عم يحكوا انهم رح يحكوا كل الحقيقه لتاني ورح يعملوا كل يلي بيقدروا عليه منشان يطلعوك من البيت ومن حياتهم. متجرؤوا يفكروا يعملوا كل هالشيء معي انا؟ ايه ابني، انت كنت تحكي لي كلام كثير انه حماتك بتحترمك وواقفه معك كل الوقت ودائما بتساندك، هيك كان قصدك؟ طلعت حماتك اللي بتحبك كثير مستعده تضربك بس تدير ظهرك لها. بس انا هون، امك الحقيقيه موجوده ورح احميك، غير هيك ما بعرف شو كان رح يصير معك لو ماني موجوده ابني. تعي. لا. تعي لهون. اللي من بعيد. تعي لهون مشان تسمعيني منيح، هلا اسمعي شو رح اقول لك. عن جد سمعتيهم ولا عم تألفي من راسك انت؟ لا طبعا. يلا لا 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 لا، ليش لحتى ألف على كيفي ابني؟ أكيد؟ ايه اكيد. شو بده يعرفني شو يلي عم يصير بهذا البيت؟ ما بعرف شيء انا. اذا مو مثل ما عم تحكي يا امي. ايه؟ اذا بعرف انه في كلمه واحده كذب وقتها رح ورجيكي مثل ما عم قلك. ايه؟ بتشوفي، ما رح اسكت لك اذا كلامك كذب ورح زفت الشارع فوقك. واذا حاولتي انك تهربي مني مستحيل تقدري، لانه وضعك رح يكون مثل هيك. ماشي؟ ايه أكيد يا ابني. صدقني أنا ما عم أحكي غير الحقيقة واللي سمعته منهم، أنا شفتهم بعيوني وسمعتهم بأذني كمان، ليش مانك مصدقني؟ شو ما عندك ثقة فيني أنت؟ إيه لازم تصدقني ابني. بعدي عني. شو؟ بعدي. ليش لصدقك؟ شو؟ عم قلك ليش لصدقك؟ ماشي لا تصدق. شو عم تقولي؟ ما بتوثق فيني؟ لا. ما بوثق فيكي، مستحيل أوثق. بعدين ليش لأوثق؟ أنت بس شاطر تعصب علي. أنا حكيت لك الحقيقة، صدقني إذا بدك، وإذا بدك لا تصدقني، اعمل مثل ما بدك. اختي اعطيني ساري مشان روح فيه على الجمعيه بكره لحتى ما اطلع كثير سمره، قصدي لون يكون بيلبق على بشرتي. اوف منك اختي، انت على طول بتعيدي نفس الكلام، صرت قايلت لك اكثر من مره لا تخلي ثقتك بحالك تقل بسبب لون بشرتك. ليش يا مرت عمي ليش؟ كيف عم تحضري لكل هاي الشغلات؟